بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا، أتكلم عن التي تؤدي إلى البطانة المهاجرة. البطانة المهاجرة ده مرض، هو مرض حبيب، يعني حميد، ما نقدرش نقول عليه خبيث، لكنه بيأثر في الحالة العامة بشدة، وبيسبب آلام كثيرة، وله أكثر من أن تحصى، وبيبقى مرتبط باضطرابات عنيفة يمكن أن تسهل أو تمهد الطريق لحدوث البطانة المهاجرة. زي ما احنا قلنا ان هو بيؤدي اضطرابات نفسية عنيفة، ده لو حدث المرض، ويسبقه تمهيد بحالات نفسية واضطرابات نفسية متعددة. وهذا المرض مفيش منه شفاء، إلا مفيش منه شفاء إلا في حالة واحدة، وهي حدوث حمل، حيث تتم هدنة للمرض. ما نقدرش نقول انه خف، هدنة، وهذه الهدنة تمتد بحدوث، مفيش منه شفاء إلا بحدوث الحمل، حيث تتم هدنة يمكن أن تستمر بتوالي الحمل، ويصيب هذا المرض منطقة الحوض كما أنه يصيب بره الحوض.